الأرضية أهل العيون سيدي ملوك بهولندا، وذلك بمناسبة ذكرى عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى 12 لتربع صاحب الجلالة النائب محمد السادس نصره الله على 10 أسلافهم العامين، ولكم الشكر مسبقا على حسن انصاتكم. كلمتي تدور حول قضية أساسية تهم بلادنا بشكل عام وبلدتنا العيون بشكل خاص، إلا وهي قضية التنمية لما لها من انعكاسات إيجابية على رقي وازدهار مغربنا الحبيب. فأرضيتنا تستشهد تقدما ملحوظا خاصة في مجال الاقتصاد الوطني، إذ يحتل المغرب الصدارة المحدة استقطاب برؤوس الأموال استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة الرسمية والوطنية والعالمية والمشاريع الاستثمارية الكبرى المنجزة في بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة ملكنا الهما محمد السادس حفظه الله خلال السنوات الأخيرة، بخير دليل على هذا التقدم الرائع. ويعتبر هذا التقدم قاعدة صلبة لآفاق المستقبل والضمان في ذلك الالتحام بين العرش والشعب والتعبئة وراء القيادة الملكية الحكيمة لصاحب جلالة ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده. وجمعية أرضية أهل العيون سيدي ملوك مستعدة قدر الإمكان للتعاون مع الجهات المالية المحلية من أجل النهوض بطموحات بلدتنا العيون في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والملاحية، إضافة إلى تحسين مظاهرها التاريخية وصيانة أسفارها وبثياباتها التحتية. وجمعية أرضية العيون سيدي ملوك بهولندا مستعدة أيضا لتفعيل الدعم المدرسي والصحي لفائدة أهل عيون سيدي ملوك وتفعيل المبادرات المتعلقة بالدعم الرياضي لشبه المدينة. ونقد تجارب هولندا وتسخير لها لمساحة العيون فيما يخص توفير المياه موهودا بالقطاع الفلاحي وتشييد مياه نظرا لكثرتها في السنين الأخيرة بعد وفرتها بكثرة سابقة، وتفعيل مبادرات متعلقة لخلق منتجعات سياسية كما هو الشأن في مدة التفولات كإصلاح المسبح البلدي وخلق مرافق ترفيهية، علما أن أبناء جالية مغربية يحرمون من الترفيه عن أنفسهم في بلدة أبنائهم وأمهاتهم الأصلية خلال عطلتهم الصيفية. تلك كانت كلمتي باختصار، أشكركم على تتبعكم وفقنا الله جميعا في مسائنا النبيلة لخدمة مصلحة وطننا العليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة ملك الهما محمد السادس أدام الله لجلالته النصر والتمكين وقر عينه بولي عهده مولانا الحسن وحفظه في شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رمشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.